الملتقى وعلى مدار يوم يهدف إلى تحضير كافة الفاعلين في تسيير امتحان شهادة البكالوريا. باش نعاودوا نأكدوا على الجانب اليقظة والجانب أخذ بعين الاعتبار كل ما يجري في إطار مراكز الامتحانات، وخاصة كيف الرئيس في مركز الامتحان يقدر بالمعاملة ديالو أن يكون يحافظ على أولا على القوانين وكذلك على احترام الانضباط. وعلى هامش الملتقى تابعت وزيرة التربية امتحان التربية البدنية، وبالمناسبة دعت التلاميذ إلى تجنب المشروبات التقوية لما لها من ضرر على صحة الممتحنين. لابد التلاميذ والأولياء يمدوا لأولادهم غير الشيء اللي كان موالفين طبيعية، وليس هاد المشروبات اللي عندها يعني انعكاس وأثر سلبي قوي عند التلميذ. نوريا بن غبريط أعلنت إمكانية تقديم امتحان التربية البدنية لشهر مارس لتجنب إرهاق الممتحنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة. أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن التوصل إلى اتفاق بخصوص مطلبين رئيسيين لأعوان الحرس البلدي، يتعلق الأول ببطاقة الشفاء والثاني حول أحقية هذه الشريحة في الاستفادة من القرض المصغر. وذكر عبد الحليم مرابطي المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية اليوم في ندوة صحفية أن جل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي قد تم التكفل بها، فيما بقي مطلب واحد يجري الحوار بشأنه والمتعلق بالتقاعد المسبق، منوها في ذات الوقت بالجو الذي جرت فيه لقاءات وزارة الداخلية بممثلي أعوان الحرس البلدي التي أفضت إلى نتائج هامة. مستقبلا سوف يستفيد أعوان الحرس البلدي العاملين والمتقاعدين وكذلك ذوي الحقوق من بطاقة الشفاء 100%. وأظن أن هذا كان مطلب أساسي من طرف ممثلي أعوان الحرس البلدي. المطلب الثاني خاص بالاستفادة من القرض المصغر، وبالتالي سوف يتمكن أعوان الحرس البلدي المتقاعدين وكذلك ذوي حقوق أعوان الحرس البلدي المتوفين من الاستفادة من صيغ مختلف صيغ القرض المصغر الذي تقدم الصيغ القرض المصغر الذي تقدمه الوكالة الوطنية للقرض المصغر. والحمد لله اليوم وصلنا إلى نتائج ترضي أعوان الحرس البلدي إن شاء الله، وسوف نعمل دون ادخار أي جهد لتمكينهم كذلك في حدود القوانين والنصوص التنظيمية السارية المفعول وفي حدود إمكانيات الدولة لتلبية هذه المطالب المتبقية. نشكر السيد رئيس الجمهورية، نشكر السيد رئيس الجمهورية اللي راه تكلف بالملف تاع الحرس البلدي ذا، وكانت عندنا 12 مطلب ما فيها تحقت أكثر من 95% من مطالب الحرس البلدي، والباب الحوار راه مازال مفتوح. ونشكر وزارة الداخلية اللي راها تسعى معنا في دشي. إلى ولاية وهران الآن، التي احتضنت الملتقى الدولي حول الأمير عبد القادر تحت عنوان الأمير الأديب المثقف والمجاهد. اللقاء حضره أساتذة من داخل الوطن وخارجه. تقول عمر ينهاري: الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وزعيم المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، الشاعر والمتصوف والباحث في العديد من القضايا المعرفية، اسم يقترن بالنضال والانتصارات التي شهد له بها الأعداء قبل الأصدقاء، والميزة التي جمع فيها بين قوة السيف وقوة القلم والحكمة. نعرف الأمير عبد القادر هو المجاهد، عاش في الأراضي العثمانية خلال تقريبا 4 سنوات، وهو كان يسكن في مدينة بورصة، وأنا أتيت لأتحدث عن جهوده العلمية في المنفى. فهو إمام مجاهد لكن ملتزم بأحكام الشرع ودقته، لا يحيد عن ذلك، وهذا الأمر نحن بأمس الحاجة إليه. في هذه الندوة ستعرض إلى جانب آخر، وهو علم الخيول
من طرف الأمير عبد القادر، كان عالما بالخير. ولتسليط الضوء على هذه الشخصية التي أبهرت العالم، نظم ملتقى دولي بوهران تحت عنوان الأمير عبد القادر المثقف والأديب والمتصوف، والذي افتتحه وزير المجاهدين الطيب زيتوني، والذي يحضره أكثر من 70 محاضرا من 9 دول أجنبية. الأمير عبد القادر ليس عسكريا وسياسيا فحسب، بل هو مبدع، مفكر، فيلسوف، متصوف. الأمير عبد القادر كان من أوائل العرب والمفكرين المحدثين الذين دافعوا عن هذه القيم الإنسانية الفاضلة. إن التاريخ اعترف في سجله برجل ضمن الخالدين، الرجل السياسي الذي يختار السلم حيث يصلح ويعتمد على الحرب حيث لا تحسن المسالمة. إذن هو الداعي والعسكري والإداري والعابد الصوفي والمفكر. نبقى في وهران دائما، وصور لذاكرة الألم وأشكال دموية لأبشع الممارسات اللا إنسانية التي صنعتها أجنحة المعرض المنظم في إطار فعاليات الملتقى الدولي حول الممارسات القمعية والسياسات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر منذ الاحتلال وإلى غاية الاستقلال. بالمهدي بالمهل. تضحيات لرجال ونساء وأطفال وأرواح زهقت من أجل استرداد الحق وتحرير الوطن، حاولت هذه الصور استجماعها للتعبير عن الزوايا المظلمة التي اقترفها الاستعمار في حق شعب أعزل. شوف الاستعمار كيف دارت فينا، عذبت جدودنا والدينا، دارت فينا المنكر. وأرحم على شهداء الجزائر، وهذه البلاد هي بلادنا. وهذا التعذيب مارسه الاستعمار لكي يسلب حقوق الشعب الجزائري والهوية تاعه. العالم يعرف بلي الاستعمار الفرنسي كان باش يعمل في الجزائر. أحد ضحايا الألغام الفرنسية أو مخلفات الاستعمار الفرنسي بمنطقة رأس الماء سيدي بلعباس. الشواهد المعروضة تبقى أثارها محفورة في ذاكرة تأبى النسيان. أنا بروحي قبضوني مبليسي، محروق بالنار، هاد العين ميتة وهذه فيها أربع راه باقي الحمد لله من حياة. أنا واحد من ضحايا الحرب، الحرب النائمة والحرب المدفونة والحرب الغير معلنة، واللي هي جريمة مستمرة في حق الأبرياء من أبناء الجزائر. أصبت وأنا في عمر 15 سنة بلغم. بالنسبة للجرائم التي اقترفها الاستعمار والتي عاشها كل الجزائريين، لا يمكنها أن تغبر إطلاقا. أرض الأمجاد ارتوت بدماء الأبطال، منهم من فارق الحياة إلى حياة أزلية، ومنهم من بقوا أحياء لا تنطفئ في قلوبهم شعلة حب الوطن. في مجال الأشغال العمومية، يعرف الطريق الوطني رقم 6 بولاية أدرار إعادة تهيئة بعض الأضرار التي لحقت به مؤخرا باعتباره من الطرق المهمة بالولاية، كما يعرف الطريق الجديد بين أدرار والبيض عملية تشجير واسعة. يونس لك حلديبة. الطريق الوطني رقم 6 شريان الحياة الاقتصادية الذي يربط ولاية أدرار ببشار على مسافة 600 كيلومتر، والذي يعرف أشغال تهيئة حيث قاربت الأشغال به على الانتهاء، كما يسهل حركة المرور لعدة بلديات ودوائر كشروين وطلمين. بالنسبة لواحد وقت فات واليوم ماشي كيف اليوم راهي لاباس الطريق، كنا احنا عصرام كانت الطريق مديك قامنا وحمر ومرز طرق راهي لاباس، راه تسهل الأمور بزاف بالنسبة للمسافرين للتجار لكل حاجة. يعني راك تشوف فيها كيفاش كانت وكيفاش ولات اليوم، يعني دير من أضرار كما نقولوا البشار كاين وين دير 10 سوايع وليت دير 6 سوايع. واليوم درنا له يعني التزفيت تاعو عن كلية، يصبح ما بين أضرار نحو بشار كلية في حالة جيدة وتنزع معاناة مستعمل الطريق. وفي برنامج مشترك بين مديرية الأشغال العمومية ومحافظة الغابات ولحماية المنشآت من خطر التصحر، يعرف الطريق بين أدرار والبيض عملية تشجير على مسافة 20 كيلومتر، نظرا للمخاطر الناجمة عن زحف الرمال، ما يؤدي في فترات كثيرة إلى مرور المركبات بالتناوب. تم تصدير عملية مشتركة بين إدارة الغابات ومديرية الأشغال العمومية لولاية أدرار، وتتمثل العملية في غرس 20 كيلومتر غرس طولي من النخيل، أي بحوالي 2000 نخلة. العملية تتمثل في أن تقوم إدارة الغابات بتوفير شتلات النخيل، ومديرية الأشغال العمومية تتولى صيانة وسقي هذه الأشجار. وفي الأفق برامج عديدة لربط ولاية أدرار بالولايات المجاورة على محاور عديدة، كمحور أدرار تندوف وأدرار طمنراست.
بغرض تدعيم قطاع الثقافة بولاية معسكر، تمت إعادة تهيئة قاعة سينما السعادة التي لم تفتح أبوابها لعشاق الفن السابع لسنوات عدة، كما تم تجهيزها بجهاز بث رقمي يعد الأول من نوعه بالجزائر، وهي تجري حاليا آخر مراحل التجارب. طه شعبان. بعد أكثر من عقدين من الزمن، قاعة سينما السعادة بمعسكر تفتح أبوابها لعشاق الفن السابع. فمنذ اليوم لن يضطر هواة مشاهدة الأفلام بدور العرض بالمدينة للتنقل إلى مناطق أخرى للتمتع بهوايتهم المفضلة. في إطار البرنامج القطاعي للتنمية قمنا بعملية لتجديد وتهيئة وتجهيز القاعة، قاعة سينما السعادة بولاية معسكر، وهذا هو البرنامج وهو الهدف الذي تسعى إليه وزارة الثقافة من أجل تحديث وتجهيز قاعة السينما عبر الوطن واسترجاع كل ما بقي وبناية قيام ببناية أخرى متعلقة بالسينما. وتتسع قاعة سينما السعادة إلى 400 مقعد، كما جهزت خلال عملية إعادة التهيئة بجهاز بث رقمي يتماشى مع عالم السينما في الألفية الثالثة. فقد قمنا بالإضافة إلى جهاز 35 مليمتر، قمنا بتجهيز القاعة ولأول مرة في الجزائر بنظام الدي سي بي، هذا الجهاز العصري ما تعرفه الأجهزة السينمائية أو بث السينمائي عالميا. وفي انتظار أن تفتح القاعة أبوابها للجمهور في الأفق القريب، هناك برنامج لإعادة تأهيل 5 قاعات مماثلة بالولاية. في إطار تنفيذ مخطط الاتصال المسطر من قبل وزارة الدفاع الوطني لسنة 2015، نظمت بدار الثقافة عبد القادر علولة بولاية تلمسان فعاليات الأيام الإعلامية حول القوات البحرية، المتابعة لمراد مزوار. تندرج هذه التظاهرة الإعلامية ضمن مساعي تعزيز رابطة جيش أمة، وتهدف إلى إبراز المجهودات المبذولة في التكوين النوعي داخل المؤسسة العسكرية. مراسيم حفل الافتتاح أشرف عليها العميد محفوظ بن مداح قائد الواجهة البحرية الغربية. إصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أفراد القوات البحرية، يشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذه التظاهرة الإعلامية التي تهدف إلى تعزيز الرابطة شعب أمة والتعريف بالمكونات الأساسية للقوات البحرية ومختلف نشاطاتها ومجالات تدخلاتها في مجال الدفاع الوطني والخدمة العمومية. تبيان مهام القوات البحرية وأهم الوسائل والمعدات المستعملة من قبل وحداتها المسلحة جانب مما اطلع عليه الجمهور خلال هذه الأبواب المفتوحة. تظاهرة قيمة، ورانا شفنا هذا المعرض مهام ومراحل وتطور وحدات وقوات البحرية الجزائرية، والحمد لله هذه 10 سنين التالية شفنا فيها باللي قوات البحرية رها تطورت. وللإشارة فإن هذه التظاهرة الإعلامية المنظمة بدار الثقافة لولاية تلمسان تتواصل على مدار يومين. نستهل أخبارنا الدولية من اليمن، حيث تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم أشغال القمة التشاورية لقادة مجلس التعاون الخليجي لمناقشة عدة قضايا وملفات إقليمية تتصدرها الأزمة اليمنية. هذا فيما شدد المبعوث الأممي الجديد لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد أنه لا مفر من الحوار بين الأطراف اليمنية المتصارعة. جاء هذا بعد لقائه اليوم مع رئيس اليمني عبد رب منصور هادي والسلطات السعودية الذي تناولوا الأوضاع في اليمن. في النيبال ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي والهزات الارتدادية التي تبعته إلى أكثر من 7500 هالك وما يقارب 15,000 جريح. هذا وبدأت أمس منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الصحة النيبالية ومنظمة الصحة العالمية حملة طارئة لتطعيم 100,000 من الأطفال في النيبال خشية من تفشي وباء الحصبة القاتلة، كما حذرت من مغبة انتشار الأوبئة في البلاد بسبب المخيمات الفوضوية وتضرر قنوات الصرف الصحي وازدياد أعداد الفارين من منازلهم.
إلى الرياضة الآن، حيث أسفرت عملية القرعة لدور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا التي سحب اليوم بمقر الكاف بالقاهرة عن وقوع الأندية الجزائرية الثلاثة وفاق سطيف، اتحاد الجزائر ومولودية العلمة في مجموعة واحدة إلى جانب فريق المريخ السوداني في المجموعة ب، في حين تضم المجموعة ألف كل من سموحة المصري والمغرب التطواني وتيبي مازيمبيا الكونغولي والهلال السوداني. مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعتين ستجرى في 26 من شهر جوان القادم. اختتمت اليوم بالمدرسة العليا للعتاد بالحراش البطولة الوطنية العسكرية للسباحة بين المدارس، والتي عرفت سيطرة تامة للناحية العسكرية الأولى لدى الجنسين. دنيا حجاب. تميزت البطولة الوطنية العسكرية للسباحة بتنافس شريف والروح الأخلاقية الرياضية المثالية بين المشاركين من مختلف المدارس العسكرية. نحن كمدرسة عليا للعتاد نفتخر بهذه المنشأة والتي تتمثل في المسبح النصف أولمبي الذي يبقى في خدمة الرياضي العسكري بصفة عامة وفي تدريب وتكوين الفرد العسكري بصفة خاصة. التنافس جرى في اختصاص سباحة حرة فردي وتتابع عند الجنسين، لتعود الكلمة في الأخير عند الإناث للمدرسة العليا للبحرية لناحية العسكرية الأولى التي سيطرت على مجريات المنافسة حسب الفردي وحسب الفرق. يعني تحصلنا على مراتب ما بين الأوائل، وهذا الشيء يعود طبعا للمدرسة تاعنا، المدرب تاعنا، ويعني القيادة وقفت معنا. أما عند الذكور عادة الكلمة لمدرسة التقنية المعتمدية بالناحية العسكرية الأولى. كان التنافس بيننا وبين الدرك الوطني والقوات الخاصة، كان تنافس قوي، وإحنا في الأخر عرفنا كيفاش نفوزوا بالمرتبة الأولى. لتختتم في الأخير هذه البطولة بكلمة ألقاها على المشاركين العميد حمادي بن عيسى قائد المدرسة العليا للعتاد. سادة الحضور، أيها الرياضيون، إن نجاح هذه البطولة يعود على الفضل بالدرجة الأولى إليكم أنتم الرياضيون والرياضيات على ما بذلتموه من مجهودات أعطت نتائج معتبرة بفضل صرامتكم وتفانيكم في العمل والتحضير ما يجعل منكم مشروع الأبطال. بهدف ترقية الإنشاد من خلال صقل المواهب الشابة، تحتضن ولاية قلمة على مدى أسبوع كامل المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بمشاركة 10 فرق من عدة ولايات. تغطية ياسين بخناف وقراءة سعيد بلونيس. أعطيت إشارة انطلاق الطبعة الخامسة للمهرجان الثقافي للإنشاد بقلمة، والبداية كانت صحراوية الروح من عروس الزيبان بيسكرة عروسة الفائزين في الطبعة السابقة. هدف الفرقة هو تقديم الفن الأصيل والفن الملتزم بكلمات وبلحن طيب، حتى نصل الجمهور بشكل يستحسنه ويتذوقه ويصل إلى القلب. فن، ارتقاء وإرشاد كان شعار هذه الطبعة، حيث أريد لها أن تكون بوتقة لطبوع فسيفساء الإنشاد الجزائري، والتي ستشنف أسماع الحضور في تداولها على الركح بأصيل الألحان وعذب الأصوات. الهدف من هذا المهرجان هو يعني من خلال ترسيم وزارة الثقافة لمثل هذه المهرجانات هو تنشيط الساحة الثقافية المحلية، أيضا نشر هذا النوع من الفنون إن صح التعبير، وأيضا اكتشاف المواهب الشابة. هذا وسيكون التنافس على أشده، لا لشيء إلا أن الفائز سيكون بين أولئك الذين ينشطون فصول المهرجان الدولي بعاصمة الثقافة العربية قسنطينة. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما أوردنا فيها. الرئيس الكوبي يغادر الجزائر بعد زيارة دولة دامت 3 أيام تم التأكيد فيها على توسيع التعاون بين البلدين في مجال الصحة. الوزير الأول الليبي عبد الله الثاني يحل بالجزائر في زيارة عمل تدوم يومين تدعما لعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. وفي الأشغال العمومية، تابعتم تهيئة الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين أدرار وبشار، تفتح آفاقا جديدة في مجال التنمية بالمنطقة ويمكن مستعمليه من تقليص المسافة وربح الوقت.
وفي المشهد الثقافي إعادة تهيئة قاعة سينما السعادة بمدينة معسكر بتقنيات حديثة، وبجلمة تواصل فعاليات الطبعة الخامسة للمهرجان الوطني للإنشاد. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.